تحتفل دولتنا الغالية باليوم الوطني بشعار مميز وهادف، وحدتنا مصدر قوتنا، في أجواء جميلة ورائعة واستثنائية، وهي استضافة قطر ببطولة كأس العالم. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقطر تنعم بالأمن والأمان والرخاء. واجهت دولتنا الغالية الكثير من التحديات والظروف الصعبة خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة ووحدتنا وتلاحمنا استطاعت الخروج منها أكثر قوة وعزما، وحققت الكثير من الإنجازات خلال هذه الفترة. ومن خلال موقعي بجامعتنا الوطنية أكد على دور الجامعات والكليات في تقديم تعليم متميز لتخريج كفاءات لتساهم أن تكون دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.